قال ربي إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه وبطن. هلا قالوا لنا شو هي الفواحش؟ ما عداها حلال. لا تقولوا لي شو الحلال، ليش تقولوا لي شو الحلال؟ أنا قالوا لي شو الحرام. يعني الحلال ما في داعي تقولوا لي عليه، لسبب رب العالمين قالنا شو الحرام، ما قالنا الحلال ما عدا ذلك. يعني الحلال هو ذوقك، القانون الأعراف، هذا الحلال. هذول ثلاثة اللي بيحددوا الحلال. أولا في الفواحش ستة. أول واحدة الزنا، واحدة منهم هو الجنس العلني، ولو في عقد، يعني الفواحش ولو في عقد مع فواحش حتى لو مع دامته، الجنس العلني. اثنين الجنس الجماعي، اللي هو سفاح. الجنس الجماعي يعني رجل مع عدة نساء، عدة رجال لامرأة، عدة رجال مع عدة نساء، هاي اثنين. ثلاثة نكاح المحارم، حرمت عليكم أمهاتكم. أربعة نكاح المتزوجة. خمسة نكاح مرت الأب، لا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء. هي ستة المثلية، محسنين غير مسافحين ولا متخذي أختان. الختان هو المثيل الجنسي. هذول الفواحش اللي قال عنهم، طيب ما عندنا ذلك والحلال. الحلال مين بيحدده؟ ذوقك، ولكن القانون، ولكن هنا الذي يحدد الأعراف والقانون وكذا. يعني مساكنة بفرنسا، واحد ساكن وحدة علناً وما في أي عقد بيناتهم، بفرنسا مقبول. واحد قال لي بعمان، قلت له بيقتلوك، اوعك بيقتلوك، مو لأنه حرام، لأنه المجتمع لا يسمح. يعني هذا اللي أنه انتبهوا، أنا عم قلكم شو الحرام، الحلال الذوق الشخصي، الأعراف القانون، انتبهوا، لأنه هدول إذا واحدة خالفنا بجوز يقتلوك.